بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الصميم. ما كان حديث البعض همسا وتشكيك البعض جهرا، هل يقع أم لا يقع ومتى يقع؟ وقع أسرع مما توقع الكثيرون وأعنف ربما مما توقع عديدون. ليست العلاقة بين الرجلين اللذين حكما موريتانيا على مدى 10 سنوات على ما يرام كما كانت تظهر في الصورة خلال الفترة الماضية. أحداث تابع الموريتانيون تفاصيلها ابتداء من مكاتب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى كتيبة الأمن الرئاسي هذا المساء. ما الذي حدث؟ حول علاقة بدت وطيدة هادئة مستقرة إلى علاقة بهذا المستوى من التوتر. هذا الموضوع يسعدنا أن نناقشه الليلة في حلقة الصميم مع أحد القادة الأساسيين في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وفي الأغلبية الداعمة للرئيس الجديد محمد الشيخ العزواني النائب من رابط المناهي. مرحبا سيد النائب، شاكرين لكم مشاركتكم معنا في هذه الحلقة من برنامج الصميم. قبل أسبوعين بالضبط في مثل هذا الوقت الأسبوع الماضي وصل الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز إلى مقر حزب الاتحاد من الجمهورية. كان المفروض أن يكون الأمر عاديا، هذا رئيس مؤسس لحزب ورئيس سابق على مدى 10 سنوات، لكن ظهر أن الأمر لم يكن كما كان متوقعا وعاديا، فبدت أزمة واضحا ظهر لاحقا أنها لم تبدأ مع تلك اللحظة. هنا يطرح السؤال، متى بدأت الأزمة الفعلية في حزب الاتحاد من الجمهورية حول موضوع مرجعيته، أهي الرئيس الحالي أم الرئيس السابق؟ شكرا، أنا أشكر القناة وأشكركم شخصيا على الفرصة. الجواب على السؤال قلت بداية الإشكال والقضية كيف تكون تقريبا شفت من هذا اللي جلي من الرئيس السابق لمقر حزب الاتحاد من الجمهورية، هو اجتماعه باللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الحزب. لكن اختي نرجع شوي للوراء ونقول لكم ان كنا في مرحله نعتبروها من احسن المراحل اللي تخلق بلد كيف بلدنا، هو ان خلقوا انتخابات رئاسيه وتم تبادل السلطه بين رئيسين منتخبين، واحد منهم مغادر بعد ما كمل فترته اللي تشكل من موريتين بحسب نص الدستور، ورئيس منتخب في بلو في انتخابات ديمقراطية. وكنا نعتبر أن هذه الوضعية أن بلدنا حكما يحسد عليه، وكنت شخصيا كيف تكون وكيف كثير من الموريتانيين معتبرين في مرحلة تجسيد الأهم أشكال التناوب الديمقراطي فيها. غير مع الأسف ظهر قبل مجيء الرئيس السابق، قبل عودته لنواكشوط وقبل مجيء لمقر حزب الاتحاد القتو، ظهر بعض الأفكار والدعايات اللي مع الأسف تبان كانت مقدمة للعقب خليك به، اللي ظهروا بعض الأصوات هون خاصة في وساط الحزب وإن كانت محدودة تقول بأن الرئيس السابق أنه يا له يعود عنده دور سياسي كبير وأنه قاع قد يقود. خلينا سابق نوصل للمحطة. أعتقد أنه أنتم واضح لكم واضح للكثير من المشاهدين أنه ده اللي خلق ليلة الخميس الماضية قبل أسبوع، أنه هو واضح أنه تجي تراكمات كبيرة، والبعض الآن بدأ يعيد طرح سؤال طرح، هو هل للأمر، هل نحن نتابع محطة من محطات الصراع؟ ك
كان خفي متحكم فيه، وكانت مرحلة المأمورية الثالثة، انتم كنتوا احد النواب اللي وقفوا وجهها، انا استضفتكم هون في برنامج الصميم في تلك الفترة، وصدفت ايضا نواب اخرين، انه كانت محطة. وهذه الازمة كيف تشي ياك يفهم المشاهد وياك حتى يحترم لكم انتم مساركم وتحليلكم فيها، لازم فيكم شوي تجيبوا هالو من اصولها، ما تختزلوها في الله. لا لا، ماني مختزلها، غير ظواهر منهم ما واضح رابط بينه موضوعي ملموس، ما نختير شخصيا نجعل بينهم رابط. نعرف ان في ذيك الفتره كي تعرفوا انتم ظهروا اصوات عديده اكثر من الاصوات اللي ظهروا اركاتي في اخبار الحزب يطالبوا بتعديل مأموريه ثالثه. وطبعا كان فهم بعض الموريتانيين ذاك ما هو زين عنده لسبب يتعلق بشخص الرئيس، ما هو زين عنده فقط لان الدستور الموريتاني ناص على ان التناوب السلمي على السلطه يلا يتم، ومن الشروط اللي تجعله شرط في الدستور هو ان الرئيس عنده انابه من انا ما نختار نرجع للروايه فات تخطعت. انا سؤالي سيد النائب هو ذي الازمه بدات انت؟ اي ولا نقول لكم شخصيا اعتقد كنت شاك بان 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 هاي الازمه، والله هذا الاشكال ما نسميه قاع ازمه به اللي هو الحمد لله تاثيره محدود ولا عنده ما يشكل ازمه بالنسبه للبلد. حتى لو ما تعتبر ازمه اذا ما وفى المشاهد يقول عنكم، لا اعتقد تقديركم في الازمات كبير، هي روايه عاده فيها. لا لا لا، شوف لا نقول لك انا وجهه نظري فيها، انا اعتبر انها مشكل انطرح وانه تاثيره محدود، هو قصدي داير نقول انه اذا يسمى ازمه واذا يسمى اشكال واذا يسمى مشكل. قلت لكم بدايه الحلقه تلوذوا الاسم ما تختاروا انه الازمه. لا تاثيره داير نقول انه تاثيره محدود وانه مغلب عليه مبدئيا. يا غير نختار نقول فقط كيف كنت نقول لك بان من اللي له فتره من عقب الانتخابات ظهروا بعض الاصوات راهي محدوده ما كيف فتره المطالبه المأموريه الثالثه، اصوات اقل من ذاك يقولوا بان الرئيس السابق لا يعود عنده دور سياسي مهم، ويعيا وقاع يقولوا بانه لا يعود رئيس الحزب، ويعيا يقولوا انه لا يعود يسجل ولا يتحكم فيه ولو ما هو رئيسه. وهذا شنو المشكله في هذا؟ وهذا الحزب هذا الحزب حزب الاتحاد من الجمهوريه كما نعرفه كاملين اسسه الرئيس السابق، هو رئيس المؤسس له. لا شوف هو الشخصيه شوف المحوريه في المسار كامل اللي شوف لا لا تسولني تخليني نكمل الجواب اياك نتفاهموا. اولا كلمه مؤسس هذه اولا كاع ماني عارف قبال معناها شنو. ثانيا هو الى عاد اللي معني بالتاسيس الاشخاص اللي يسجلوا اسمائهم في الرساله اللي انطرحت عند وزاره الداخليه الدور الترخيص لهذا الحزب ما فيهم محمد عبد العزيز، اسمه ما هو فيهم. اذا تختار تقصد بالتاسيس انه انا ذاك رئيس وشخص فاعل اذا، وان اللي معدل الحزب جماعه الحزب اللي مساندته، وانه قد يعود هو اللي موجه له، هذا صحيح. غير هذا ما يعطي حق ملكيه الحزب. وذوك الاشخاص اللي اسسوه وفيهم نواب معانا راك في البرلمان ما زالوا، ما يعطي لحد منهم حقيه انه يقول هذا حزبي ومالكه انا. الاحزاب ما هم ملكيه الشخص. وبالتالي اذا كان الرئيس السابق محمد عبد العزيز واسس الحزب ظل سلطته والله نفوذه، هذا ما يعطي حقيه انه يعود على الملكيه الشخصيه له. له الحق هو حقك اسس العشريه كامله. اسمح لي لا، هي العشريه كامله العشريه ما هو واحد هي اللي اوصلتكم كاملين الان لمواقعكم اللي فيها، يسمكم برلمانيين يسمكم الرئيس ويسم الحكومه. ذاك هي مؤسسها الرئيس ذاك ما هو صحيح. ذاك ما هو صحيح. العشريه ما هي اصلا الناس المقاعد اللي هي فيهم البرلمان وغيره، خالقين برلمانيين ناجحين بصيغه موضوعيه باصوات ناخبين زارقين لهم هم، وخالقين واحدين من نجاح مساهم في الحزب غير المجهود في الحزب وفي الدولة ما كان إلا مجهود الرئيس السابق وحده، ولا خالق نظام المعدل فيه كامل من نتائج معدله شخص واحد ما هو خالق. يا غير قاع احنا معترفين ان في ذيك العشر سنوات اللي فاتت الرئيس السابق محمد عبد العزيز هو الرئيس، وبالتالي دوره رئيسي في الامور ما نكره حد.
ولهذا راح تلقاه يتنكر له. غير الدستور الموريتاني ينص على ان الرئيس يعدل موريتين كلهم 500، وقاسم على انه ما يزيدهم، وقاسم على انه ما يشارك في شيء في تغيير الدستور مباشر ولا غير مباشر في الموضوع. وهذا ما خلق شاركوا واحدين وفيهم اللي مقرب من الرئيس كي تعرف. ولين تخطي مقربين من الرئيس السابق؟ ايه كانوا هم اللي وراء محاوله المأموريه الثالثه حتى ولين تخطيناها. انا اضع لكم عن الرئيس السابق قد عود كان زين عنده انه يعدل المأموريه الثالثه. شخصيا ما نقدر نقول ذاك بيا اللي الانسان يلاه نحكم عليه باللي يقول. هو كان يقول بانه ما كان يدورها. غير العديد من الاشخاص المقربه منه، وفي بعضهم وزراء وبعضهم مستشارين في الرئاسه وبعضهم مقربين منه من نواحي اخرى كانوا يطالبوا به. وهذا ما هو مناسب به اللي الرئيس السابق اللي يقول لهم يتركوه في المنطق وفي المعقول انهم يتركوه. غير قال اللي نفرض ان ذاك ما هو رايه، هو رايهم هم. تخطينا ذاك اعتبرنا بانه عدلت انتخابات ونخلق تناوب سلمي وانها مساله جيده، وان الرئيس السابق ادخل في خانة الرؤساء السابقين، لا يعدل للي عدلوا الرؤساء السابقين، وإلى عاد من حزب الاتحاد من الجمهورية مرحبا به وسهلا، عضو من حزب الاتحاد من الجمهورية يناضل فيه ويعدل فيه دوره اللي قد يعدل. غير ما معنى هذا من حزب الاتحاد من الجمهورية انه ملكية شخصية. وبنكمل لكن الرئيس السابق كان يقول نكمل الفترة اللي انتم كنتوا داعمينه فيها كان يقول انه هو لا يؤخذ من الرئاسة. خليني نكمل الدستور فرض عليه. خليني نكمل السؤال لو نرجع لك. هذا اللي كنت نقول لك له الحق في عدله كمناضل والله عضو في حزب، هذا كل رئيس سابق والله حالي قد يعود منتسب الحزب. حد رئيس حالي ما يحق له بموجب الدستور يعود في هيئاته القياديه، ورئيس سابق قد يعود عضو فيه. يا غير قاع المنطق والعقل ان حد كان رئيس موريتاني كامله، وبالتالي كانوا احزاب موريتانيا كامله تابعين له باللي هو رئيس الجمهوريه، ما مناسب له هو كشخص انه يرجع ويعود رئيس جزء منهم حزب. اذا تعدينا هذه ما هي المنطق اللي يقبل له نكمل رئيس نكمل لك لكن الفكره جديده لا نكمل لك جاي لا هو رئيس قابلين له يعود مرجعيه كاع الاحزاب كامل تابعه له. لا نعرف بعد منين جاي الفكره الدستوريه، ما نلقى انها مرجعيه. ومنين يعود؟ مات لرئيس يعود كاع مات يليق به فقط يعود على الحزب. ما نلقى انه هو مرجعيتهم قايل فقط انه ذلك كان يعدل في الدوله من تنميه ومن سياسه ومن عمل، بانه كان يعدل كرئيس موريتاني كامل وينطبق افعاله ينطبقوا على جميع الاحزاب هناتي، معناها يتاثروا بهم. فما معقول بانه يرجع ويعود رئيس حزب منهم. الى عاد خطينا هذه كاع ما منطقي ان هو الحد من المأموريات في الدستور معناها حد من الدور الرئيسي في السياسه، لان الرئيس هو المسؤول الاول السياسي في البلد. الين تعود دورك اللي اعطيك الدستور عدلته، المطلوب شنو؟ المطلوب انك تخلي حد ثاني والله واحدين اخرين يعدلوا ما اللي هما دورهم به، اللي عندك مصلحه البلد ومقتنع به تقعد حق غير قد تخلي حد ثاني لا يجيبش اصلح منه. والله الناخبين ذي المرز يقول فلان وراه الى عدل شي خاص منه اللي يتحمل مسؤوليته، يا غير الشعب اللي يصوت. طيب سيدنا بهذا نكمل للوضوح للوضوح الدستوري للوضوح الدستوري محدودية دور الرئيس نكمل ما تعدوا عدوا رئيس نكمل. هذا القوة اللي طرات لكم كنت نقولوا لا يتخلي البعض يقول انه هون مات الدستور هو اللي حركم لا حركم شيء ثاني. كنت نقول بان الرئيس يعدل الاخر اللي هو موريتي. ولين نطرح موضوع الثالثة قلت اني ماني موافق عليه ولاني وحدي ياسر الموريتي. لا النقاش راك موضوع الثالثة، النقاش راك عنكم انتم بصدد عنكم تحرموا حد عنده حقوقه الكاملة منه يمارس حقه السياسي في حزب هو مؤسسه. ماذا انتم اللي خالعكم شنو؟ ما احنا ما لنا ما تخلوا الراجل يمارس حقه العادي وتقيسوا المؤتمر وتغلبوه بالطريقه العاديه. لماذا اعتبرتوا انه مجرد يدخل الحزب اعلنتوا حاله طوارئ وحاله استنفار؟ شوف اسمح لي ما اعلن اي حاله طوارئ ودخل الحزب اللي تقول ما هي مبرر. وخليني نكمل خليك ما مبرر حتى انه يدخل الحزب؟ ما مبرر الصيفه اللي عدل بها، ما هو دخوله مبرر له حتى مبرر للمشاركه به ولا يقدر حد يحكم عنها. هذا حق طبيعي لاي مواطن موريتاني وهو من اكبر مواطنين موريتانيا، ما قد حد يقول يا غير قول لي انت شخصيا هيئه لجنه من 27 رجال معينه بالاسماء فلان فلان الى 27 ومعينه في مؤتمر
والمؤتمر ما فات تجمع مره اخرى يزيدها والله ينقصها. قول لي شنو المنطق والعقل اللي نقدر نجي انا؟ من معينة والله الراي من معينة هيك اللجنة؟ معينها المؤتمر معينها محمد بن عبد العزيز يا عم معينها المؤتمر سالم راوي معينها محمد بن عبد العزيز بالشهر بالشهر تعرفوا عنه ولا معينه وعنه شوف أنا لا اخ احمد ولا اللي ما همك نتكلم قولها لي ما في داعي قاعد نشد الاخبار انا هامني قبل اتكلم عقد ما 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 ليش احنا هون عقد لا الناس انت اللي تسولني ما تخليني نكمل جواب السؤال اللي قلت لي ما انا قادر نتكلم رقم بعد خالق فرق من اللي طلعوا لك بالسنه الحين بعد قاعد يجاوب السؤال اللي قلت لي خالق فرق بين حد عضو في حزب يناظر فيه ويشارك ومرحبا به وسهلا وحد يجي لجنه لجنه معناها محدوده 27 رقاش قلت لك وعينته في مؤتمر الى عاد معينها محمد عبد العزيز كرئيس انا ذاك اعطي اسماء اهل سيدي محمد المحم كرئيس للحزب والمكتب التنفيذي المكتب التنفيذي الحزب هذا بعد شكل وديمقراطي ومنطقي ويعدل احنا بعد في المؤتمر اقترحت علينا شكل ديمقراطي بيلي معدل تحت لا لا ما ذاك احنا بعد اللي راعوا فيه مكتب تنفيذي قدامنا ومؤتمرنا وقدموا اسماء وفيهم 27 رقاش هاي 27 رقاش اللي انت تجمع ما يحق لي انا ولا انت ولا الرئيس السابق ولا حد ثاني يجمع معاها ويعود هو اللي يرأس اجتماعها ويعطيها الاوامر ويقول هل تعدل وما تعدل ما يحق لحد لا رئيس سابق ولا حد ثاني اذا هذا تجاوز ولا يتواسى والرئيس السابق ما يلا يعدلوا وين عدلوا قالت الناس وظهر لك ان ما انا مخالعين به اللي انهار من قد والله النهار الاخر اجتمعت كتله نواب حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه ووقعت 77 نائب منها انها داعيه للاجتماع ولين جمعت قالت انها السلوك انها ما يقابلته ولين طينا نهار والله نهار تالبو عدلوها جميع والله هي جميع روابط عمد الاتحاد من الجمهوريه اللي في الداخل روابط العمد في الولايات اللي منهم كامل عضو في الحزب نكمل هو دليل نكمل دليل خلعتكم انكم ما قبلتوا تمشوا مع الراجل شور الموعد العادي تعدوا معاه نزال بالطرق الديمقراطيه العاديه وتخلوا دقيقه ايوه تكلم انت عن نصه تفضل انا ماني مترشح نتكلم معكم يلا لا تكلم الفتره قاعد ما خاصكم حد يتكلم معكم ان شاء الله انت بعد ما راكم خليني نتكلم انا كنت نوب عن اليوتيوب انا خليتكم انا لين استنيت له انا خليتكم تتكلموا سيد النائب ما خليتني خليتكم اللي قلت لك ان احنا لين نخلق ذاك الاجتماع خليني نكمل لك هم اللي مشقرين قدر الله الرئيس السابق وكان ما يخلي الناس حتى تتكلم خليني نكمل لك مضاعفات ذاك الاجتماع اللي تباش تعرفنا ما لنا مخلعين نهار من قد قلت لك عبد النواب ذاك وتلبوهم روابط العمد منهم الاتحاد من الجمهوريه وتلبوهم رؤساء المجالس الجهويه بيجمع وتلبوهم الاحزاب كامله المنضويه تحت الاغلبيه وتلبوهم الشخصيات المستقله هذه الحسبه هي نفسها اللي كانت مطالبه الرئيس السابق ماموريه ثانيه لا ما هي نفسها اللي وخرت البيانات ابدا ها ما هو صحيح هي نفسها اللي عدلتهم ومبادرات في قصر المؤتمر هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح ما يطول حتى في حسبتها هذا ما يطول فيها بعد هذا ما هو صحيح لا 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 خلوا لك ما احنا متوافقين لك ما احنا متوافقين عليه خلوا المشاهدين شوف يفهموا جوهر للي 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 المشكله الحقيقيه ابدا 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 اللي قلت ما هو صحيح هذا مش كنت عنه مسائل قريب قريب مرة قريب هذا مداد ومسائل ما تجف ابدا ماموريات الثالثة وطالبة بسدات من عند ترارزة وشاتلين في موريتانيين فيه موريتانيين طالبوا بالمأمورية الثالثة للرئيس السابق وفيه ياس موريتانيين ما طالب بيها وفيه اللي ابى يشارك في اجتماعات الولايات اللي تلمح لهم شخصيا ولاية الاصابع اللي انا ما لمح لهم انا قلت مسنتاو من الترارزة وقاسوا الترارز الترارز وحققوا زويرات ورجعوا في دماغه وما شوف ما شوف, شوف ترارز 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 فيها ياسر من الشخصيات اجتماع ترارز الماموريه الثالثه بغوا يحضرون طيب طيب وعارضوها احنا ما في ما في هذا تقول ما هو صحيح اذا عن هذا السلوك سلوك غير منطقي ولا مبرر ولا معناها انه الرئيس السابق ما يحق له يدخل الحزب غير ما يحق له يجمع بلجنه ما هو عضو فيها ويامرها ويقول هنا تعدل بيان ومضمون البيان معروف ويقول هنا تعدل استراتيجية إعلامية هذا ما هو دوره هذا حد عضو في اللجنة قد يقترحه ما يخاسر حد ما عضو في اللجنة ما يحضر الاجتماعات بل أحرى يعود يقرر فيهم إذا هذا السلوك ما هو طبيعي والاتحاد من الجمهورية أغلبيتهم رفضته يسوى القط عدل حد منهم ما قط عدل حالا أغلبيتهم رفضته ورانك الدور تشوف أن اللجنة قاعد من نفسها 22 منها ونصر 27 خلينا عقب عدلوا بيع خلينا استاذ مراد نسمي الامور مسمياتها يعرفوا الموريتان عن اللي رفضه ما هو حزب الاتحاد من الجمهوريه اللي رفضه هو الرئيس الجديد محمد الشيخ رازواني
والمرجعيه. النقاش اللي كان النقاش الموريتاني والله ما النقاش اللي كان النقاش اللي كان داير بينكم انتم حزب الاتحاد من الجمهوريه ما هو نقاش على سلامه الاجراءات، وانما هو نقاش على اللي سميتوه المرجعيه. وسنتاو الان سنتات مبايعات للرئيس الجديد، كيف كانت تعدل للرئيس السابق وكيف دار تعدل للرئيس الرئيس اللاحق. وبالتالي السؤال اللي الله ينطرح الان هو شنو الصفه اللي تحولت بها علاقه كانت الناس تقول عنها علاقه استثنائيه بين رجلين كانوا حاكمين موريتانيا، حكموها انقلابا وحكموها انتخابا، شور ذي الحاله اللي ظهرت بها خلال كيف تهشم خلال خمسه ايام ما تم ما بني على مدى عقود. ذا السؤال انتكم شي قد يعاونوا الموريتانيا فهم جاب عنه انت لما عدني من الموريتانيا الله يعني انتم نائب محترم من الموريتانيا كيف نواب كان اللي محترم، وهذه الاسئله اللي طرحتها انا السيده طارحه قدر من الموريتانيا اللي محترمين زاد هما كاملين وطارح عليكم من دار اسمع لا لا تخليني انا ملي خلي قدر اخر من الموريتاني ما تكلمت بلسانه تخليني نقول للفهمي تفضلوا تفضلوا احنا هذا الموريتاني اللي ما هو الراي اللي شاك انت راك مناقشين قباش سلامه الاجراءات وجماعه النواب اللي كتله النواب اللي انتمي لها في البرلمان الاتصالات اللي عدلنا بيننا والاجتماعات اللي عدلنا على الموضوع معدلينهم على سلامه الاجراءات ورفضنا كلنا واحد وسابق نجمعوا التصرف اللي يعدل في لجنه الحزب سابق يعود نهار من قد مازال في الليل من جبار الاخرى في الهاتف قال له انه هذا السلوك ما قد شافه له منطقي عنده ولا شيء عندنا اللجنه تجمع وتعدل اي قرار بقاته غير ما معقول عندنا ولا شاكين حد من الموريتاني اللي تقول انت اللي بالنسبه لك انت على بابهم انهم يقدروا سلوك طبيعي عندهم لان هنا قبل ذلك حزب تكتل القوى الديمقراطيه والله تواصل والله حزب قوى التقدم والله حزب لي دي بي ما لك لا تقعد شفت مكتبهم التنفيذي والله لجنه هم المعدلين يجيها حد ما من يسوى قد كبر خطه فيهم ويجمع بها جميل منصور في تواصل اللي محقق لك خبره اخبارهم ما قد عضاك يعيط المكتب التنفيذي للتواصل ويعطيه الاوامر وينفذ فيهم وما هو محمد احمد السيد اللي رئيسهم ولا واحد من اعضاء المكتب يا غير ماني راني ماني قايل لكن ما يحق له يجبر محمد احمد السيد ولا احد من قادتهم يزين الوقت راح ويمشي ذاك ويقول لك راح يرجع تواصل مرجعيه اللي بي ار مرجعيه لك انت وارك مرجعيه لك انت انا مرجعيه دار نقرب لك انت للي تقد تفهم تبانشي شلون الاتحاد من الجمهوريه تختار تفهم ولا فهم معكوس تبارك الله ما عندي مشاكل نقول لك للي تختار تفهم نكمل لك نكمل لك على السؤال الاول طيب انا اختار لا 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 بالشور لا بالشور لا نكمل لك على السؤال الاول جاوبني بعد السؤال الرئيس السابق يتعلق بالعلاقه بين لا نكمل لك لاك ما هو لاك انا لا نقول لك الهمني انا نقول للي خلق حزب الاتحاد من الجمهوريه حدث غير مبرر ما قد يخلق في الاحزاب الاخرين اللي في موريتانيا ولا ما هو موريتانيا ولا قط عدل ما قط عدلوا حد كان من حزب وعاد رئيس فتره لينوفه من الرئاسه يجي ويعيط لهم ويقول لهم هاو قعدوا هون عدلوا انتم كان هذا ما قط الشاف غير كي قلت لك ماني معترض طيب انتم عاد سلامه الاجراءات هي اللي محركتكم هي ما هي سلامه الاجراءات الدستور الدستور, الدستور نفسه يقول على ان الرؤساء ما الله يعودوا قاده الاحزاب قاده في قياده احزاب سياسيه انتم قبلتوا على مدى 10 سنوات محمد بن عبد العزيز مرجعيه لحزب الاتحاد من الجمهوريه وانتم قابلين ضرك في بدايه مرحله جديده محمد بن الغزواني مرجعيه لحزب الاتحاد من الجمهوريه معناها انتم الدستور واطين عليه وعندكم مشكلة في إجراءات شكلية فيما يظهر هذا أنا ما أنا ما هو صحيح أولا الدستور احنا ما السلوك اللي يعدل حزب الاتحاد من الجمهورية ما فيش ضد الدستور أنت كشخص حالا أنت عود رئيس موريتاني ومنتمي الحزب أيا كان الاتحاد من الجمهورية ولا حزب ثاني كونك تعود رئيس ذاك الحزب يشاور معاك وتطرح معاه رأيك شخص مسؤول عن البلد ومسؤول عن المصالح العامة فيه وانت منتمي الحزب هو ورايك عنده مهم هذا ما هو مخالف للدستور ولا في شيء خاسر في الدستور. الدستور نصا قايل بان الرئيس الحالي سوى من هو حد مزار رئيس انه ما يعود عضو في هيئه قياديه معناها ما يعود في المكتب التنفيذي ولا يعود في المجلس الوطني ولا عاد خارج مكتب سياسي ما يعود فيه ها هو النص عليه الدستور غير انه كمناضل كعضو في الحزب هذا حق له وهذا هو المعدلين احنا والى عاد اللي في 10 سنوات الماضيه كان رؤساء الحزب اللي تناوبوا عليه
يشاوروا مع رئيس الجمهورية آنذاك ويقبلوا القرارات معاه في بلد، هذا ما هو خاسر. ولا وكل حد قد يقترح، أنا كشخص حالا كنايب قد نجي لحد من قيادة حزبي ونقترح عليه اقتراح إن شاء الله يسوقوا في اللجنة، وإن شاء الله أنها تقبلوا وعود رأي صالح، عندنا ما في شيء بالأحرى رئيس، إذا هذا ما هو مخالف للدستور ولا في شيء خاسر. والرئيس السابق يلو كان اللي الادوار اللي يلعبوا الرؤساء السابقين معرفه حد منهم نظرا لتجربته، اللي تعتبر السلطه ويعملها ما يمن حزبه ولا يمنزل، وتعتبر انه عنده خبره في موضوع دقت استشاروا فيه، تعتبر انه قد يكلف بمهمه دوليه والله وساطة ترشحوا لها، هذا يعدلوه الديمقراطيات. طيب كامله سيدي النائب، الازمه انتم قاعد تختاروا تسموها الاشكال ما بقيت فقط على مستوى حزب الاتحاد من الجمهوري، احنا تابعنا على مدى اسبوع عشرات البيانات ولحقت مداها هذا المساء، فانها وصلت حتى في المستوى الامني، لانه الان فيه تطورات متعلقه بالحرس الرئاسي، هذه الكتيبه اللي ظلت هي الحصن المنيع للرئاسه خلال العشر سنوات الماضيه، في انباء عن تغيير برنامج حفل الاستقلال غدا. شنو الرابط بين حزب الاتحاد من الجمهوريه وبازب؟ هذا السؤال اللي نسمع إجابة منكم عليه بعد فاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل القصير، نواصل بعده حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نناقش فيها أزمة الحكم في موريتانيا، بالذات في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وفي العلاقة بين الرجلين اللذين حكم البلاد منذ 10 سنوات، الرئيس السابق والرئيس الحالي. ضيفنا الأستاذ مرابط البناهي، نمضي لفاصل ونعود، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والاخير من حلقه الليله من برنامج الصميم التي نناقش فيها تطورات الازمه في الاغلبيه الدائمه للرئيس الجديد. وضيفنا في حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه النائب استاذ مرابط البناهي. استاذ مرابط، جد الترحيب بكم معنا. سابق الفاصل طرحت لكم السؤال يطرحه المشاهد والمتابع، كيف بدات ازمه في حزب الاتحاد من الجمهوريه وصلت هذا المساء الى بزب؟ ما الخيط الناظم بين الحزب والكتيبة؟ شوف، أنا خارج قدر من السهولة عندكم توم في الحكم على الأمور، ما نجري إليه. أنا كيفتكم كيف سائل الموريتانيين، سمعت وسائل الإعلام المكتوبة، مواقع الإنترنت، وواتساب، بعض وسائل التواصل. وسائل التواصل الاجتماعي. سمعت إن قائد الكتيبه اللي سميته انه وبدل انه وفقت وعين في بلو شخص ضابط كيفته، ولا سمعت، ما سمعت ان احتفالات في جورجيا تغير شيء في النظام، هو اللي فات خلق منها ما هو غير شيء في النظام. الرئيس فخامه الرئيس جاء المطار، فخامه الرئيس محمد بشار القزواني جاء المطار وتلقاو له الشخصيات الرسميه اللي كانت ملقيه له، وعدل استقبال شعبي للطريق. خلونا في اخبار بزب هي اللي نكمل نكمل نكمل. انا قلت لك انك انت تتكلم بلي تفضل، وانت لا تحيان تتكلم، خلينا نتكلم. بعد ان شاء الله سهولت عليكم عدتكم تخلوا بلدكم. وعدل سهوله، وعدل استقبال شعبي في الطريق، واذا الاجراءات اللي كانت مبرمجه للاحتفال اللي فات منها وعدل. واللي الصبح ما سمعت ملي المبدل فيش، سمعت لانه بحالته. خلينا نذكر اللي فات وبدل قطعا، لانه قطعا فيه قائد جديد لكتيبه الحرس. لا ما هو من الاحتفال. وهذه الكتيبه، هي الكتيبه ظلت عنوان اساسي، ما هو الا في الجيش في قضيه امنيه، ظلت عنوان اساسي في القضيه السياسيه. لانه متذكرين عنها تغييرها كان مطلب كبير. وتغييرها على كل حال الان ساعات قبل الحفل، حفل الاستقلال. واسبوع بعد ازمه دخول حزب الاتحاد من الجمهوريه، يطرح سؤال عن العلاقه، وانا رد لكم السؤال، شنو العلاقه بينه؟ من غير انا قايل لكم انتوما ان هذا الاول ما انا متوافقين عليه، ان بازب كان قضيته مطلب سياسي، هاي ما انا متوافقين عليه. احنا بالنسبه لي شخصيا بازب كان كتيبه سابقه عضار وحده، عاد وحده وعسكريه وتقام مسؤوله عن الامن الرئاسي. ما نعرف بعض الدول. لا هنا طرح سؤال بصيغه اخرى، لا طرح لكم سؤال بصيغه اخرى. انت بعد لا خليني نكمل، خليك تفضل. اذا عنها ما كان مطلب سياسي عند الاحزاب ولا فعلا خالقين بعض احزاب المعارضه في مفاوضات دكار ذيك الساعه طالبوا بانها تنحل، قال هذا جزء زر من الموريتاني،
الزر الاخر اللي هو الاغلبيه انذاك ما طالبوا بحلها ويعتبروها تعدل مهمه امنيه قاعده تتعلق بالسياسه. انا لا اطرح اكمل نكمل اليوم اللي سمعت انا متاكد من انه صحيح باللي دولته الناس كامله ان قائد هاي الكتيبه كضابط وبدل هذا ما يعتبر انه حدث سياسي، هذا اجراء يعني موظف هي من نفسها ما اصلا عندها دور سياسي اللي هي الكتيبه ولا طلع لها دور سياسي ولا حيدت اليوم عن دور سياسي. وشخصيا انتم كصحفي ناجح وهاي القناه المحترمه ما نبقيكم قاعد تتموا قضايا تعني الموظفين سواء مدنيين قاع والعسكريين تعدلوا منها روايه وتشدوا تعدلوها في اخبار السياسه لانها ما هي يعني سياسه. بازبت قائد بازبت مجرد موظف حالته عاديه هذا هو تقديركم؟ لا لا ضابط مسؤول في بليده وحول وندره بالضبط. طيب لين اطرح السؤال بصيغه اخرى، هناك تحليل يقول ان اللي ظهر مثقل عليكم انه كيف تشقدد ما هو قاعد بعد سياسي، وعن هذا هو اللي خلى تطورات عقبت مشات قبضت لمنحل لمنحل. غيرنا لا من رايك كان من رايك كان كان فيه عندكم مؤشرات على انه الرئيس السابق ما تلا فقط لا عنده طموح لانه يعود رئيس حزب الاتحاد من الجمهوريه، وانما قد يعود عاد يفكر في شيء ثاني وبالتالي عاد بالنسبه لكم يمثل تهديد؟ لان اختيارك تقول لي سابقا جاوبك البرهان اللي عندك انه مثقل علينا شيء. انا شخصيا رايتني مثقل والله عالم مده منه هو في بلاد رايتها مثقله ومفقعه وعندها مشكله مثقله منها. في 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 راجلين ظلوا هالموريتاني يقولون علاقتهم علاقه وطيده. يا غيرك تمينا فجاه الين اذا هما علاقتهم عاد تدار عن طريق وكالات وعن طريق البيانات وعن طريق الاقالات وعن طريق واحد منهم اللي كان هو الرئيس المؤسس، تجي الناس عاد تفداره وتقول له انه اللي واحد فيه انه سمعتوا الكلام اللي قالوا عنه اعضاء اللجنه ما يخاضوا عنه. هذا 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 ما يدل عندكم عن فماتي مشكله كبيره. انا تقولوا لها اشكال. انا شخصيا ما سمعت اللي تلمحوا لي علاقه بين شخصين، ما سمعت فوكل يتعلق بها ولا علي قاعد نهتم به. ولا هون الشخصين، هون رئيس جمهوريه دوره محدد دستور ومعروف، ودوره السياسي بالنسبه للاغلبيه السياسيه اللي معاه تعرفوا قابلتوا لا يتعدلوا، وفهم رئيس سابق كيف الرؤساء السابقين مقدر ومحترم ويلعب دور رئيس سابق لان هم يلعبوا هم يلعب دور بالنسبه لي شخصيا ولا طاري اللي يقول انا ما يليق به ولا هو صالح للبلد في الوقت الراهن. واحنا كاغلبيه ما نمو اللي ما هو راي عندنا فينا الوقيش قلال زين عندهم يبانوا وظهروا لكم انتم في الاعلام وفي كل بلد، وفينا اغلبيتنا الساحقه ما هي راقبه به وهذا حقنا الطبيعي. وين واصل الازمه الان عمليا في داخل حزب الاتحاد من الجمهوريه؟ خلونا نرجع الموضوع الحزب، وين الازمه الان اين وصلت؟ لمستوى الحزب اغلبيته الساحقه في جميع هيئاته، لا لجنته المؤقته ولا نواب ولا عمد ولا مجالس الجهويه ولا ما في اي ازمه، الناس متفقه كامله ولا عندهم مشكله. خالقين خمسه رواقيش من اعضاء ذيك اللجنه اللي جمع بها الرئيس السابق ليله فايته، خالقين خمسه رواقيش ما زالوا عندهم موقف خاص. واحدين منهم يقولون هم ذاك اللي فيه الاغلبيه وانهم كذا انهم ذاك الاجتماع حاضروا له، وحد منهم والله اثنين والله ثلاثه يقولون انهم يختاروا الحزب والحزب الرئيس السابق محمد عبد العزيز يعدل فيه اللي يبغى. من الله يمثل حزب الاتحاد من الجمهوريه الصبح في حفل رفع العلم في الاستقلال؟ يمثلوا رئيس لجنته والله ذاك اللي يتمشي اللجنه يمثلها. ذاك منهم؟ رئيس لجنته رئيس لجنته من الخمسه اللي ذكرته اللي حتى الان كيف تشي ما زالت ما فاتش معاكم عليه. يا غير هذاك ما وامينه العام احنا نتحدث عن اسماء ناس تعرف رئيس لجنته حتى الان تعرفوا لانه ما فات ما اتوقع معاكم اللي هو الاستاذ الوزير السابق محمد خونة قبل ما ترى كانوا والامين العام عبد الفتاح، هذول الاثنين وهذول اهم موقعين وبيجل هذول الاشخاص الثلاثه اللي من اهم الشخصيات في بالحزب في لجنه التسيير الى الان ما وقعوا معك ولا مشاو معك. هل سيغيب حزب الاتحاد من الجمهوريه عن رفع العلم غدا؟ لا، شوف هذا القرار فيه يرجع للجنه
والشخص اللي يتمشي مثل الحزب يدور يمشي مثله قد يعود رئيسها وقد يعود ذاك، هذا الامر يرجع لهم. انا شخصيا ماني عضو في اللجنه ولا سولت من الله على الاجراء اللي قبله، والله انت اللي قبل الاجراء ياك يمثلوا ولا كاع كان الاحزاب سياسيا داعي الرابع العالم اللي كاع مدعو الاحزاب دعت جميع الاحزاب. انا كصحفي متابع كنت لكم الاحزاب دعت احزاب المعارضه ودعت احزاب الموالات ودعت اذا انت تتصلوا بحد من اعضاء اللجنه يدور يعود عنده الخبر. انا شخصيا ما الرئيس السابق في الان حديث كبير، هل سيحضر ام لا؟ ما نعرف في تقديركم. ما نعرف. هو وحده حقا هو اللي يعرف. والله المسؤولين عن التشريفات الدولة يقولوا عاد يعرفوا لا يحتار وقش لا يحور. البعض يقول انه التسريبات اللي خلقت تقول ان الرئيس السابق لن يحضر، انه انتم هم اللي دفعتوا لهذا الموقف، وبالتالي انتم هم اللي الصبح الى اللي ما حضر الرئيس السابق والصبح الى اللي ما حضر رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من الجمهورية، انتم اللي مسؤولين عنكم دفعتوهم الى القرار ومسؤولين عن تفكيك وإظهار الأغلبية الدائمة للرئيس بهذه الهشاشة. شوف هذا ما هو التفكيك، والرئيس السابق ما هو احنا ما ندفعوه كاع ولا نأثر فيه، هو لا شخص مسؤول عن توتركم عن توتركم واستفزازكم له ومعاملتكم له بالطريقة اللي تعتبر بعض انها غير مناسبة هي اللي قطعوا تدفعوا لهذا. انت ما عندك هو من فينا استفز الرئيس السابق؟ الرئيس السابق ما استفزه حد، الرئيس السابق عدل شيء ما هو دوره ولا يحق له. هاي اللجنه ما عضو فيه ولا ما هو رئيسه ولا هو باط عضو فيه، وهي لجنه حزب، هي ما هي لجنه بل هي ما هي ملكيه شخصيه. انت ممتلكاتك الشخصيه ما مجمع مع حد معك عليه، انت وديع يا غير حزب انت عضو فيه، هي منه مالك فيها ما تجي تحضر الاجتماع في الحال انك تعيط لها تجمع بها ما تقدر تعدله. انا نبقى نعرف المنطق اللي اعطي به للرئيس السابق انه قد عدل هذا شنو؟ والله نحد ابى عن ذنبه استفزاز له والله دفع له. احنا ما فينا حد قد يستفز الرئيس السابق ولا فينا حد اعترف بالرئيس السابق شخص كان رئيس موريتاني ويلا يحترم ويقدر ويندار في المكان اللي تليق به. ما فينا حد ما بيعنده. وين وصلت الوساطه اللي قيل ان رئيس اسبق محمد خون الهيداله يقوم بها بين الرئيسين الحالي والسابق؟ هو ما فهم رئيسين، هو ما فهم رئيسين، وهم حد كان رئيس في عدة رؤساء موريتانيا وهذه ولا هو في عدة رؤساء، هو في حد كان رئيس عندهم برنامج قالوا احياء يرزقون ان شاء الله يطول ان شاء الله واقف كل من البلدان. انا لا عجلت علي، انا قلت رئيس سابق ورئيس حالي اعتقدناكم والله لا تمنعوا انه تقول عنه لا في الرئيس السابق لا ما قد حد يقلع عنه، ما قد حد يقلع عنه رئيس سابق ولا خلق احد هم يقلع عنه. بالعكس انا قلت لك ان دورنا احنا كاملين حتى افطن بعد ما عيني قاعد الاغلبيه وحدها اللي كانت مزروع عيني حتى للمعارضه دورنا رئيس سابق نحترموه ونحترموه اللي يحترم الرؤساء السابقين. غير هذا احنا كحزب ذل ما هو دوره ما علينا نقبلوه ولا استفزاز. سؤالي عن الوساطه لانه باقي عندنا دقائق مهمة يا سلاد وختار نقول بعض الاسئله اللي الوساطه انا من نفسي ماني مطلع عليها اذا عاد خلقت ما انا سمعت كيف تاك اللي يقولوا له الناس هون عاميا الصالونات معناها المجالس بعض الوقت يقول الرئيس السابق محمد خونه والهيداله انه جاء الرئيس يتوسط له موضوع الرئيس السابق محمد العبد العزيز. والله ماني متاكد منها ولا نعرف كان حق والله كذب، ولا اعتقد قاع ان الموضوع ينطرح بالصيف. الرئيس دوره وحده معروف والرئيس السابق دوره ملي معروف ولاني ما ركانكم انتم على المستوى البرلماني هذه مجموعه النواب ومجموعه السياسيين اللي معاكم في حزب الاتحاد اللي ما زالوا الى الان متمسكين بالرئيس السابق النواب النواب ما تلاو عندهم ذاك الموقف. الاجتماع اللي وعد اليامس الاوضاع في الجمعيه الوطنيه النواب ما حضروا الاجتماع الاول لسبب او لاخر وفسروها فهم حضروا الاجتماع اليامس وقالوا انهم احدين ما حضروا ما بقى احد منهم ما حضر وايد الحضار حضر كنت قاعد متواليه الشخصيه وعاد موافق الان على بهم موافق بعد على انه هو كنايب ما كيف نحن كاملين في الاتحاد الجمهوريه ماشي مع الرئيس محمد الغزواني ومسانده. سمعت هذا جديد هذا خبر جديد لا مو جديد هذا من يامس فعلا كان يقول والرئيس بيجل ما انت تعرفه الحمد لله وقد تسوله
كان يقول بانه قاعد قضيه المرجعيه ما قد تسمعها ويعرف قاع معناها كان شنو. اول مره يسمعها يوم لين قالت انه ما سمعته وبانه ما هو قايل ولقيت قاعد ينوف الوقوف مع الرئيس محمد. طيب البقيه الاخرى حتى من غير البرلمانيين، سؤالي كان من درايه كان فيه محاوله رأب صدع على مستواكم السياسي مع الناس الاخرى اللي ما زالت عندها نفس الراي، والله ما ادري كم قاعد حد شوف ما زال المرعى تحت السيطره بشكل كامل، ما زال عنده هذا الراي. اشخاص كما ذكرت بين خمسه من اشخاص من اللجنه، وفعلا زملائهم في اللجنه يتواصلوا معهم وساعدين في انهم لا يتوافقوا في البرلمان. مات لما طرح الموضوع فبعد الكتله البرلمانيه اللي تعني الاتحاد من اجل الجمهوريه لما سمعته، والجهات الاخرى ماني عالم اللي مد فيها طرح هذا. الرئيس السابق لين يلعب دور الرئيس السابق ما فهم اي مشكله، ما اعترض حد على شيء. هل تحدى التاريخ للمؤتمر؟ لا ما فات ما تتحدد له التاريخ. واللجنه التسيير عاودت اجتماعاتها بشكل عادي؟ لا، كانوا مبرمجين. كان في بعض المعلومات تقول انه حتى ممكن طعن في شرعيه هذه اللجنه، وربما حتى تعودون الى مرحله ما قبل تشكيلتها. شوف، فعلا في النظام الداخلي للحزب في فعلا ماده والله اثنتين يخولوا ذاك 17 و14 يا غير قاع. احنا المؤتمر يعدل بالتراضي واحنا متراضيين، والمآل والحل الماده تعقد مؤتمرها، ولين يعدل المؤتمر عنده السياده في كل شيء، قد يقرر كل شيء. اذا قاعد ما هو اشكال بباله. لين نحاول نقبض بعض الاسئله اللي وردت عن طريق صفحه الفيسبوك. هنالك سؤال يقول المعلوم والحمد يقول حييتم وحيا الله ضيفكم، سالوه عن مغزى التعديل اليوم المفاجئ على كتيبه الامن الرئاسي خاصه في هذا الظرف، بما يفسروه؟ اعتقد انه هذا فسرتوه، كيف اشتغل لكم عنه؟ بس تقول لكم انه ما عنده علاقه ب لا بتقول لك ما نقوله. انا لا قايل فقط من هذا تحويل موظف، والله قاعد ما هو مهم الا تحويل موظف. الناس المسؤولين عنه يعرفوا علاش حولوه، ولا هو مساله سياسيه ولا تنطرح في النقاش السياسي. احمد واللي طالب يقول هل ما زال بالامكان رأب الصدع بين الرئيسين السابق والحالي، من الامور وصلت الى مرحله المواجهه الحتميه، واين سيقف نواب الاغلبيه من الرجلين؟ نواب الاغلبيه والاتحاد من الجمهوريه بصفه خاصه اللي جمعوا ونشاوروا ونعرف رايهم واقفين موقف واضح وصريح سياسيا، مساندين الرئيس فخامه الرئيس محمد والشيخ الغزواني وماشيين معه لطول. الرئيس السابق معترفين له بدور الرئيس السابق وقابلين له، شو ما هو دور الرئيس السابق ما هم قابلين له. محمد بن سيد المختار يقول سؤالي ضيفكم، ماذا سيكون موقفكم اذا تغير النظام غدا؟ هل ستتغيرون معه؟ هو قاعد السؤال ما كنتم شايفين اني اطرحه به اللي فاتوا تغيروا انظمه ولا تغيرنا معها؟ يا غير قاعد ما ينقال انا ما جاي هون مسجد وما طارح لكم سؤال قد المستوى الشخصي. إيه انا طارح سؤال لحاله انا ما علي الشخصي. هي غير شوف انا اقول لك احنا ما لنا جايين لسير الناس. انقلاب 2005 خالد شو الناس عارضوا، وانقلاب 2008 شخصيات عموميه، وبالتالي انقلاب 2008 انقلاب 2008 خالد شو الناس عارضوا وخالد شو الناس مشمعه، وهذا طبيعي الناس ما هي. طيب السيدي يقول احمد يقول هل كيف يمكن لغزواني ان يحكموا بحزب عزيز؟ هو ما هو حزب عزيز. قول له انه ما هو حزب عزيز وتو. هذا حزب ما هو قطيع من لقنم، ولهم ملكيه شخصيه، فهمتوا؟ حزب البعث العربي الاشتراكي كان في العراق وسوريا الى عاد اللي مأسوا مشعل العاف، لا قصه اللي مأسوا فعلا ايديولوجي، وهذا اللي مات له خارج عرق. كان في العراق يقودوه العراقيين وفي سوريا يقودوه السوريين، ولا كان بالاحرى الاحزاب الايديولوجيه ما تتخالف. عندنا قدر من والرئيس السابق يقولها من نفسه انها ما يخالف. عندنا قدر من الاسئله استاذ سيد النائب، لا قدرت تختصر وياك. الاستاذ المحامي محمد المامي والملائلي يقول ما معنى مرجعيه الحزب التي تتحدثون عنها؟ هي ليست المرجعيه السياسيه التي هي اطر واطروحات سياسيه مكتوبه قام عليه، هي اطر اطروحات سياسيه مكتوبه قام عليها الحزب وجعل منها برنامجا سياسيا مرجعيا. ليست المرجعيه الفكريه التي تقوم على اطروحات فكريه مجرده. ليست المرجعيه الدينيه المعصومه عند الشيعه، وليست قياده الحزب التي تنتخب من هيئاته ولا يجوز ان ينتمي لها رئيس الجمهوريه. ما معناها اذا؟ معناها واضح، معناها ان هذا الحزب
اللي نطرحها. هذا سؤال من محامي جايكم صاروا بعنايه والله لا تحاولوا قال انا جاوبك. انا قاعد ماني عند محكمه شوف هذا انتم راي العام لشكل المشكله هذا 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 هذا, هذا 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 الحزب يحترم بعد اللي يبحث شيء يتخدم فيه هذا الحزب كيف بعض الاحزاب الاخرى لين قدم الرئيس فخامه الرئيس محمد بن شيخ القزواني برنامجه الانتخابي ساندوه وقالوا ان هذا البرنامج صالح وانهم زارقين له اياك يطبقه موريتانيا وهذا البرنامج بالنسبه لهم مرجعيه معناها هو قال لي تنفيذه الى عدل يسانده الى خلق فيه خلل يعترضوا عليه وبالتالي هذا البرنامج ومولاه هو مرجعيتهم سي انت ما تقدر تعود برنامج تنميه موريتانيا المباركه معاه اللي مساندو زارق عليه ما هو مرجعيتك عندك مرجعيه اخرى البرنامج اصلا لا واحد ونفس البرنامج اللي كان اللي المرجعيه البرنامج قاعد قلت المرجعيه البرنامج والبرنامج نفسه البرنامج والرئيس الرئيس هو منفذ البرنامج وانت ماشي معاه اياك ينفذ برنامجه لانك مرجعيتك هو وبرنامجه وبالتالي الراي السياسي في الامور اللي تعني تنميه البلد عنده هو وانت تستشاره فيها هذا مو مجحود يبدو مع الاسف انه وصلنا الى نهايه هذه الحلقه كانت هناك اسئله اخرى جايه ان شاء الله اذا كنا لك كلمه اخيره تريدون ان تختموا بها وشاكركم انتم على دوركم كصحابي وشاكر القناه على خطها ونتمنى عليه انك انت في المرات القادمه تم تخلي ضيوفك تسولهم على اللي تبقي السؤال تبقي وبالطريقه اللي تبقي تخليهم يجاوبوا بطريقتهم ولين ينفهم المضمون تقاطعهم غير ساب يوفى مضمون السؤال ما تقاطعهم شكرا موريتانيا راجين هي الحاصله عندي ما عندها مشكله الحمد لله هو اللي خلق كبرت الناس عن قدو انه السلوك قام به الرئيس السابق ما هو مناسب واغلبيه الناس المعنيه بها بات عنه وانه الحمد لله متجاوز. اذا نجدد لكم الشكر على المشاركه معنا في هذه الحلقه كما نشكر الطاقم الذي اسرف على انجازها والشكر جزيلا يتجدد لكم مشاهدينا الكرام الى حلقه قادمه نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.